لأول مرة في العراق وفي 9 دولة في العالم. تماشياً مع تطور صيانة السيارات في العالم، منظومة التنظيف الألمانية لخدمة السيارات تعلن ورشة الحمداني المختصون والمتميزون بصيانة وإعادة بناء المحركات بعد خبرة تجاوزت 35 عاماً، وبأسلوب الصيانة التقنية المعتمدة عالمياً، تميزت بإزالة وتنظيف الكربون المترسب في حجرة الاحتراق والصمامات وعنصر البيئة الموجود في مجرى العادم للمحركات البنزين والديزل، باستخدام آخر أبرز التقنيات الألمانية المتمثلة بمنظومة إزالة الكربون للحصول على أفضل أداء وبأقل استهلاك للوقود، والعمل بدرجة حرارة أقل وزيادة في القدرة والنشاط والسلاسة الملحوظة في العمل وتقليل التلوث البيئي. يتم التنظيف لكل محرك بعد العمل وقطع مسافة 5000 كيلومتر، مما يعمل على زيادة عمر المحرك وتقليل عدد مرات الصيانة. ورشة الحمداني، العنوان: النجف الأشرف، الكوفة، الحي الصناعي، شارع المطار، مجاور المعارض. موبايل 0780116061. ورشة الحمداني.